السلام عليكم. الحمد لله، احنا اصحاب السيارات المعفية عندنا 25 يوم وحنا هنا تياها، ما نقل علينا حد ولا جانا حد ولا شفنا حد من هذا السلطات. اي واحد ما جانا ولا تكلم معانا، وحنا عائلاتنا خالق اللي عائلته برا، خالق اللي ما الحديد نوفو كامل هذا ما يوصل لها شيء الى ما عاد هذه الطوموبيلات القدامات اللي لحقوا لهم في الكدي. وهذه 25 يوم وحنا هنا تياها، اليوم 26 يوم. علاش ما يجونا هاد الناس يشوفوا هذا؟ واش بغاونا نعدلوا؟ يعني العم ما كاين حوار، ما كاين لا حوار، ما كاين اللي يتكلم معاك، ما كاين اللي يقول لك اش خاصكم، انتم شكونين، انتم كاع شكونين بالنسبه للمنتخب؟ ما كاين اللي يتكلم معاكم؟ ما كاين لا منتخبين ولا سلطات ولا شي حاجه. بالنسبه للهيئات المجتمع المدني ولا الصحافه ولا اذاعه العيون؟ في الدنيا ما جانا لا قاج ولا تكلم معنا لا قاج. تقولي لا احنا اذاعه العيون ولا شي حاجه كاع، ما كاين شي واحد اللي جانا. ولهذا السلام عليكم ورحمة الله. احنا كما كتعرفوا الاخوان اليوم 26 من هذه الوقفة الاحتجاجية، يعني كان القنوات الرسمية بحال قناة العيون جات دارت واحد استجواب ديال الناس هنا وما دوزتو، والناس راهم صامدين يعني بواحد المعنويات عالية وراهم ما غاديش يتحركوا من هنا. تقريبا كم من صيام؟ السلام عليكم ورحمة الله. باش الإخوان تعرفوا أن الوقفة الاحتجاجية لحد اليوم 26 ما كاين نتيجة، ما كاين يعني شي حل اللي كيلح في الأفق، ما كاين، يعني ما وصلنا حتى شي منتخب ولو غير يجبع علينا هنا يسولنا. وحنا راه مستمرين في هذه الوقفة وما غاديش نتحركوا من هنا. تقريبا كم عدد السيارات يعني اللي حوالي شي 250 سيارة، يعني الناس كتمشي تقضي غوارتها وكترجع. الناس من قليم ولا من مناطق؟ الناس ديال قليميم، يعني التواجد ديالهم ضعيف بزاف ديال الناس ديال قليميم، الناس غير ديال الكدية ديال إسبع عمران ديال يمجات ديال النواحي ديال قليميم. هما الناس ديال قليميم الأغلب ديالهم يعني التواجد ديالهم ضعيف صراحة. وكنسجلوا أن جمعيات يعني الناس المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني والناس والناشطين الفيسبوكيين في قليميم غايبين تماما عن هذه الوقفة، يعني ما التواجد ديالهم يعني. بالنسبه للاخ يعني العضو في يعني اللجنه، شنو هي الرساله ديالكم كتوجهوا يعني للسلطات ولا الرساله نوجهوا للسلطات؟ راه ما غاديش نتحركوا من هنا. ولا المدير ديال الضريبه؟ الرساله نوجه للسلطات ولهاد المنتخبون اللي كيتامروا علينا، راه ما غاديش نتحركوا من هنا الا ما كان شي حل اني. وراه في حال يعني هذا الشيء وصل واحد يعني شهر هكا غندير خطوات تصعيديه يعني بشكل غير متوقع. لان هذا الشيء لا يعقل ان تبقى صابر هكا وصامد والناس كيتفرجوا فيك وكينتظروا الفشل ديالك. انتم سمعتوا احد التصريح ديال الاخ يعني عضوه في اللجنه، كتشوفوا التصريح ديالو وقال لكم راه بالنسبه للفاعلين الجمعويين راه غائبين يعني، وبالنسبه كذلك اذاعه العيون الجهويه ولا اغلب الصحفيين يعني واغلب الجرائد الالكترونيه راه غائبه على هاد الناس هادو، يعني هاد السيارات المعفيه من الضريبه. الله يجزيكم بخير، بارطاجوا هاد الفيديو هذا لعل وعسى، لان الاعلام البديل يعني بارطاجوا هاد الفيديو، تعاونوا مع الاخوان ديالكم. يعني هاد السيارات اللي معفيه من الضريبه يعني الثمن ديالها كاع هو كم مساوي باش الانسان يخلص الضريبه ديالو، لانها لا سياره ما فيها حتى مليون ولا 7000 درهم يخلص يعني ضريبه ديال 5 سنين راه قاصح عليه. الله يجزيكم بخير، بارطاجوا هاد الفيديو هذا على اوسع نطاق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.